وفي المحترفية الثانية تمكنت شبيبة سكيكدا من تحقيق الأهم في المواجهة التي جمعتها بأمل بوسعادة بعد فوزها بنتيجة هدفين دون رد. هدفا المباراة سجلهما كل من اللاعب خودي في الدقيقة 43 وخناب عند الدقيقة 70 بعد تنفيذه لمخالفة مباشرة. التغطية للزميل محمد حمد. لقينا زوج أهداف من كرة ثابتة ناتج نظن على لا التركيز ونقص ايضا في الروح القتاليه ايضا في اللعب. شفنا وين الفريق الخصم ربح لي ديال ربح كاع الصراعات الفرديه. احنا نلعبوا مقابله ان شاء الله نسيو نحسنوا الترتيب تاعنا بالك، وربما العام اللي فات الفريق كان 11 مقابله 12 مقابله ب 11 نقطه، هذا الموسم 6 مقابلات رانا ب 11 نقطه. نظن باللي القسم الوطني الثاني تلعب نقاط ولكن لا تلعب نقولوا باغ اكزومبل الاداء، ما نستناوش الاداء ورانا نشوفوا حنايا بالفريق تاعنا راه من ناحيه الاداء راه متحسن ومن ناحيه لي ريزولتا رانا فريقنا في الطريق الصحيح.